صلصة الكبدة كلنا بنحبها، هي أصلا عبارة عن إن المحل بيجمع فتافيت الكبدة اللي جت من القلي بقى ومن التشويح وكده، ويقوم حاططها على لسان عصفور ومديها صلصة وطماطم وشوية مرقة، وبتبقى من أحلى الحاجات اللي تتاكل. كله أصلا بيروح يدور عليها علشان إيه، يطلبها. وأنا بحبها جدا، يعني بحبها حب مش طبيعي. فتعالوا نشوف هي بتتعمل ازاي. سلطة الكبدة، ربع كيلو من الكبدة العصافيري. طبعا لو انتوا اصلا عاملين كبدة جمعوا الفتافيت بتاعتها، ما تجيبوش كبدة مخصوص. انا جايبة مخصوص عشان بس مضطر اعمل كده عشان البرنامج يعني، لكن هي في المحلات اصلا ما بيعملوش كده، بياخدوا البواقي زي ما قلت لكم. كوباية من لسان العصفور، وست فصوص من الثوم المفروم، ربع كوباية من البقدونس المفروم وممكن من غير خضرة خالص، كوبايتين من الطماطم المتقشرة المفرومة بالسكينة كده وممكن مبشورة بالمبشرة، معلقتين كبار من الصلصة ومرقة لحمة وزيت نباتي، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون، رشة من الحبهان، ورشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. هاخد الثوم والصلصة، او استنوا الكبدة الاول، هاخد الثوم والكبده واجي هنا على الوك بتاعتي، احط كميه حلوه من الزيت. وهنزل فيه بالثوم على طول. اجيب سباتشولا واوزع كده الثوم، وعلى طول قبل ما يلون وقبل اي حاجه اقوم منزله عليه الكبده، وانزل كمان التوابل. والملح والفلفل معاها على طول، كمون، حبهان، كبابة صيني، كزبرة، بابريكا، رشة جوزة الطيب، فلفل اسود، ملح. ونيجي نقلب الكبدة مع كل الكلام ده. نقلبها كده تتحمر تماما وتاخد لون خفيف كده، وطبعا الكبده بتاعتنا دي مفرومه ناعم خالص، فرم ناعم كده بالسكينه، فيعني دقيقه بالظبط بتكون استوت، هي اوريدي استوت خلاص. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الصلصه واقلبها معاها، عشان احنا اتفقنا الصلصه لما بتاخد تقليبه على النار بتبقى احلى بكتير من لما تتحط نيه من البرطمان. ادي الصلصه، وادي الطماطم والبقدونس او كزبره او من غير خالص، طبعا ممكن تحطوا لها قرن فلفل حامي لو انتوا غاويين حراق، او شطه. هدي بقى كل ده فرصته كده بس ايه، يغلي بشويه ميه، هستنى بس الطماطم كده تغلي مع الصلصه وكله كده ايه يتهري مع بعضه، وانا مجهزه لسان عصفور متحمر. طبعا لو انتوا بتشتغلوا او على طول يعني ممكن تحمروا لسان العصفور في نفس الطاسه. هخليها بس تغلي واشيل الحاجات الفاضيه دي وارجع انزل فيها لسان العصفور المتحمر يا جماعه. نجيب بقى المرقه ونجيب لسان العصفور، وبمجرد ما تغلي زي ما احنا شايفين كده نقوم منزلين فيها لسان العصفور. انا هسيبها تغلي شويه كمان
وممكن على فكرة نحط لها رشة سكر هتبقى جميلة جدا عشان تعادل بس مزازة الطماطم. ومجرد ما نشوف المنظر كده نقوم منزلين لسان العصفور متحمر طبعا. وممكن على فكرة تعملوها بمكرونة الأساور الصغيرة خالص لو حابين برضو متحمرة. هقلب وهسقي مرقة وهسيب الكلام الجميل ده بقى يستوي مع بعض. وطبعا هي بتبقى صيصة كده ما بتبقاش ناشفة، فالمرقة دي جزء منها هيشربه لسان العصفور يستوي بيه، وجزء تاني هيبقى هو من الصوص بتاع سلطة انا عايزة ادوق هنا اعرف الملح اخباره ايه، لان انا لما جيت حطيت لسان العصفور ما زودتش ملح، قلت لما استنى كده عشان انا كل شوية عمالة رشة ملح هنا رشة ملح هنا لا يزيد مني، فقلت ابقى ادوق اما يستوي. كل ده كم ودي كم لوحديها. حلوة حلاوة. نور هاتيلي شوية سكر، هي بس عايزة شوية سكر من وجهة نظري ورشة ملح، فأنا رشيت رشة الملح وهستنى نور تدخلي دلوقتي شوية سكر هيظبطوا الصلصة قوي. اسمها سلطة كبدة ليه الصراحة؟ هي ما بتبقاش باردة أصلا، بتبقى سخنة وما فيهاش أي خضار، فهو ايه سبب تسميتها بسلطه الكبده مش عارفه، بس هو احنا بنحبها واحنا عارفينها كده فخلاص هنقدمها يعني بالمتعارف عليه. يلا ادي سلطه كبده تستاهل بقكم.